يا مرحبا يا اهلا وسهلا، حيا الله اللي يشوفونا على قناه روتانا خليجيه. حلقه جديده من ساعه شباب، بنستانس بناخذ نعطي ونفل معاكم ان شاء الله في فقراتنا مع ضيوفنا وايضا باخبارنا. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا لميا. مساء النور اكيد عليك تراد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناه روتانا خليجيه. بدايه حلقه جديده اكيد من برنامجكم اليومي ساعه شباب، اللي بيكون معاكم من الاحد للخميس من الساعه 4 للساعه 5 بكل فقراتنا المتميزه والمتجدده. واكيد اقول لكم ساعة كاملة راح نقضيها معاكم بكل حظ. طيب، بمجرد ما اكيد في شباب كثير الان بيدرسوا متوسطة والثانوي ومن الجامعة، حياهم الله، والكبار والصغار كلكم حياكم الله، لكن اللي الان في المرحلة الثانوية ومنهم اخويا يعطيهم العافية، واللي حولكم من المرحلة الثانوية دائما بيوصلوا هذه المرحلة بيفضلوا يفكروا، ولاحظوهم بيفكروا بيبدأوا يسألوا في هذا الموضوع، ايش حسوي في الجامعة، ايش التخصص اللي حدخله. وفي ناس اوقات ما تهتم، يعني اوقات الناس تقول لك عمي وقتها ان شاء الله يحلها ربك. صحيح، فتختلف من شخص لثاني. اكيد نقطه جدا مهمه طلعت ذكرتها، انه كثير من الشباب بنشوفهم بس يكونوا في مرحله الثانويه بيقولوا لا خلونا نخلص وبعدين خير ان شاء الله نفكر ايش ندخل تخصص، وغير مدركين بيكونوا لاهميه تحديد تخصصهم من ايام الدراسه وايام الثانوي. لازم يشوفوا فين ميولهم، هم حابين ومبدعين في اي مجال، عشان يفكروا انهم اول ما يتخرجوا من الثانوي على طول يدخلوا هذا التخصص. وفي أسباب كثيرة ممكن تمنعهم من دخولهم للتخصص اللي هم حابينه، عشان كذا شاركناكم في سؤالنا على هاشتاغ ساعة شباب في تويتر، يقولك في رأيك إيش أسباب صعوبة اختيار التخصص في الجامعة عند بعض الشباب؟ خلونا نروح نشوف ردودكم. أول رد ذكرى تقول ما في وعي كامل بالقدرات الشخصية، وأيضا لا يوجد مناهج تساعد الطالب على معرفة قدراته فعلا وإبداعه. صحيح. فعلا، فبالتالي يصعب عليه الاختيار. يعني بمجمل كلامها ما في امور تحدد ايش الطالب يحب وايش ما يحب. اكيد، وما في وعي كافي زي ما ذكرت ذكرى. سماهر تقول غالبا تكون التخصصات المتاحه خلاف الميول، هنا تقع الحيره ودائما الخيره فيما اختاره الله، ويسعد لي مساكم. اكيد، ومساك سماهر بالبركه. ايه؟ يعني الله يسعدها. الاء تقول ضغط الاهل انه يدخل مسار او تخصص معين بحجه صير زي فلان، وكمان في الجامعات اللي فيها تخصصات محدده فالاخ يتشتت. فعلا صحيح، صحيح يا آلاء. همسة براءة تقول أشياء كثيرة إصرار الأهل عليه، واثنين لازم أكون مثل ذاك الفلان، وثلاثة يتخصصون لأجل اسم ذا التخصص لا غير. والله صادقة من فعلا. تجربة يا همسة براءة، أصير دكتور ولا أصير مهندس؟ أصير مهندس ولا أصير دكتور؟ بالضبط، ولا طيار. هذه التخصصات اللي ضيعت حياتي. فرقت ظهورا الحمد لله. مريم تقول من الأسباب من الأسباب عدم فهم بعض الطلبة لرغبات وميول وقدرات منهم، وما عنده أي هدف محدد ومتخبط. يصير هنا بعض الأهالي يتدخلوا، فدائما أقول أفهموا أنفسكم. فعلا صحيح، صحيح. لينا حاتم تقول قليل تخصصات لها مستقبل في سوق العمل وآمن، فعشان كذا كثير يحتار لما يلقى تخصص مناسب لي وبنفس الوقت له مستقبل وظيفي. الفكرة هذه تختلف إن شاء الله قدام بإذن الله لينا مع 20-30. سلافة تقول أنه تخصص اللي يحبه غير متاح، لذا يصعب عليه اختيار بديل. فعلا نحط تحتها 20,000 خط لرغبته الأساسية، ويمكن الشاب نفسه بلا هوية واضحة فتلقاه ضايع بكلام الناس، وهذه الفئة الأغلب للأسف الشديد. صحيح سلافة، إيش رأيك في الموضوع؟ قرأت صراحة في أسباب جدا كثيرة ممكن نذكرها، أنه بعض الشباب أو الشابات بيدخلوا على الجامعة ما بيكون نسبهم جدا واطية، ما بتدخلهم التخصص اللي هم حابينه، غير أنه ما بيكون أصلا في وعي بالميول والرغبة والإبداع في المجال اللي أنت حابه. غير هذا كله يجي الأهل ويقولوا لك يا طب يا هندسة، أو صير زي فلان، أو عشان فلان، أو عشان مسمى الدراسة نفسه. ففي النهاية في هذا الوقت يعني صراحة بنشوف كثير من الشابات والشباب بيقولوا طب نحن اللي حندرس مو أنتوا، خلونا ندرس في المجال اللي نحن حابينه. بنشوف هنا يجي دور الأهل، والمفروض أن الأهل ما يتدخلوا في هذا التخصص. للأسف الشديد أنا ما أحب دائما ما أحب، يعني يصعب علي لما أقارن بالبلاد الخارج، لأنه إحنا ما ينقصنا شيء، ولكن هذا واقع. في الخارج الطفل من صغره، من صغر صغره يعرف وهو ايش يحب، هل هو ميوله يكون ميوزيشن، ولا يعني انسان موسيقي، ولا انسان فنان يرسم، ولا انسان محلل، ولا انسان يحب الصناعات والميكانيكا والتركيب. يعني يمسكوا في الشيء هذا عشان يربوه في الطفل الى ان يعني خلاص يوصل لمرحله ايوه فعلا انا حاب الشيء هذا. يعني في تطوير للمهارات بشكل ما تتخيلوه من منذ الطفوله، منذ نعومه الاظافر زي ما يقولوا. صحيح، الى ان يوصل لمرحله
يعني خلاص هو متشبع بالشيء اللي حابه يبغى، حتى لو كان بيغير حيكون الشيء اللي هو درسه طول عمره ما راح يشتته، حيكون جزء من حياته لكن حيختار شيء ثاني، وهذه وارده ما هي شغله. صحيح، ترى ذكرتني بفيديو شفته قبل كذا في السوشيال ميديا في اليابان تحديدا، بياخذوا الاطفال من هم صغار وبيعلموهم بيوروهم ايش المجالات اللي بتكون موجوده والتخصصات الموجوده. بنشوف اطفال اللي لابس اللاب كوت حق الدكتور، واللي لابس بدله الطيار الكابتن، واللي لابسين خوذه المهندس، فبنشوفهم من هم صغار كل واحد وتوجهه وميوله بيعلموهم كثير. للأسف أنه وصلنا لمرحلة أنه حتى زمان نتكلم على جيلنا قبل الجيل الحين في تطور نقدر نقول ملحوظ طبعاً. في الجامعات، الجامعات بيعطوا الطلاب والطالبات دورات عشان يشوفوا إيش أهدافهم ومهاراتهم عشان يدخلوهم تخصصات اللي هم مبدعين فيها. بس زمان على أيامنا تراد ما كان في أي دورات تقدر أنت تحدد منها ميولك الشخصي أو المجال اللي أنت حاب أنك تدخل فيه، لأنه حقيقي في أسئلة وفي مهارات ممكن أنت من خلال هذه الأسئلة تجاوب عليها تحدد أنت وتعرف فين ميولك في هذا المجال أو هذا المجال أو أي مجال إن كان، ومن بعدها أنت تقدر تدخل التخصص اللي أنت حابه. صح، وفي أيضا مواقع إلكترونية تساعد على هذا الشيء، بس في الأول والأخير إحنا بس نبغى نعطي الحرية أكثر لأبنائنا ونعرفهم. الآن والله صرنا في زمن ما شاء الله تبارك الله يعرفوا اللي إحنا ما نعرفه. صحيح، يعني عارفين في توجههم. على طاري اللي أنت ذكرتيه، كيدزانيا الآن في أحد الأماكن اللي ممكن يستقبل أبنائكم، فيها كثير من التخصصات وكثير من المهن اللي ممكن يمتهنوها في لما يكبروا. شوفوا الطفل عندكم، ابنتكم او ابنكم فين حيتوجه، وابداوا ابنوها من هنا على اقل تقدير. بس احنا بنقول انه هذا صحيح. المحل موجود عشان يساعدنا. بس حقيقي طراد حتى في الاهل صار في وعي اكبر، يعني مثلا على جيلي كانت امي الله يعطيها العافيه كانت يا طب يا هندسه، وهذا اللي خلاني ادخل مجالي في النهايه، ولكن الحين يعني الحمد لله خلت المجالات مفتوحه لاخواتي من بعدي ودخلوا المجالات اللي هم حابينها. هو شوفي زمان كان عندنا بعض يعني في بعض المؤشرات، لكن خلينا نقول لك، خلينا نكون واقعين، الان صاروا كلهم على ايباد وعلى الجوالات وما حد داري عن احد، وصار في ضغوط نفسيه كثيره. الحياه اختلفت لكن صحيح. لكن اصبحت اسهل لو استغلينا الريسورسز اللي عندنا عشان نوظفها بشكل الصحيح. صحيح، خلونا نكمل ردودكم ونشوف ايش باقي معانا من التغريدات. طيب عندنا لوجين تقول قله التخصصات صراحه وعدم وجود تخصص بميولك يخليك تحتار وين بتحط تعب سنينك سنينك دامك مو لاقي مبتغاك من الاساس. صادقه، خليك قاعد في البيت وبلاش دراسه اصلا. نبض جازان تقول احيانا الاهل في بالهم تخصص لاولادهم بينما اولادهم يطمحوا لتخصص اخر، واحيانا حيره مع كثره التخصصات او عدم التخطيط على تخصص من قبل. نبض جازان تقول كثره التخصصات، لجين تقول انه ما في تخصصات وقله التخصصات، في اختلاف في الاراء. جميل، عندنا مزون الزهراني ممكن يكون ما عنده خلفية عن التخصصات أو من اللي سمعه من الناس، لما نقول هالتخصص ما المستقبل فراح يتشتت ذهنه، ما في شيء ماله يا جم ايش من جد والله صادقه مزون، بس ما في حاجه اسمها ماله مستقبل. صحيح. او ماله يعني مجال يشتغل فيه. صحيح. زياد ايش يقول؟ للاسف الاغلب يدور السهل ويروح له، وهذه مشكله كبيره رايتها في امريكا وهنا. السبب انه يلقى صعوبه لانه يحاول يختار تخصص سهل. صحيح، في فئه كبيره من الشباب والشابات بيروحوا للتخصصات السهله عشان ما يبوا يتعبوا نفسهم في النهايه. فعلا، او ما في عندهم توجه واضح. امال تقول اصرار الاهل والتدخل باختيار تخصص غير مناسب لاولادهم بحجه انه انسب له، للاسف صح. الشديد. صحيح، هذا اخر رد معانا. طبعا احنا سؤالنا طرح على اساس دراسه استطلاع اظهرت اخر شيء اجراء مركز قياس انه 40% من طلاب الثانويه بلا رؤيه في التخصص الجامعي او في التخصصات الجامعيه، يعني 40% مشتتين ما يعرفوا ايش هوياتهم الدراسيه والمهنيه، فعشان كذا بيلاقوا في تخبطات. اكيد هذول من الفئه تراد اللي خلينا على البركه، خلونا نخلص ثانويه ونخلص دراسه وبعد ما نتخلص من كل شيء نبدا نفكر وين نروح بعد الجامعه. طيب. في ناس كثير صراحه عندهم اهداف وعندهم طموح حابين انهم يدخلوها بعد الجامعه، في فئه كبيره يعني تقريبا نص المجتمع من فئه الشباب والبنات، يعني 40% نسبه جدا كبيره. ايوه، انا بس انوه على حاجه عشان اكون منصف اكثر انصافا في هذا الموضوع، وما اكون ظلمت بعض الناس اللي في تخصصات معينه درسوا وتعبوا وضيعوا سنين من حياتهم وفي الاخير ما لقوا وظيفه تحتضنهم او وظيفه يعملوا فيها. حقيقه هذه مشكله واجهوها بعض الطلاب والطالبات في بعض التخصصات
القليلة اللي فيها أقليات من الطلبة والطالبات اللي تخرج منها، لكن للأسف الشديد ما توفرت لها أي وظائف، أو ممكن يكون لها وظائف ولكن الشركات ما استقبلتهم ولا كانت واثقة فيهم لمجرد أنه ما تعودوا على هذا القسم. دائما حكومتنا يعطيهم العافية ما بيقصروا، صحيح لمياء مشاهدين الكرام، لكن دائما الوضع يبغاله شوية وقت، وإن شاء الله دائما الوزارات تحاول أنها تساهم في هذا الشيء. أبنائنا ترى يعني بينغبنوا وبيتعبوا وبتنكسر ظهورهم بسبب بس يعني ترى ما عندنا وظيفة لك. طب السنين درستها حقيقي التخصص. ليه فتحت التخصص؟ ليه خلتوني أدرس التخصص؟ حقيقي شيء يقهر يعني. هذا شيء أنا بس بتكلم كلمتين بلسانهم، لأنه أتراسلوا معايا كثير في هذا الموضوع وأعرف قد إيش عانوا. أكيد طبعاً تراد، بس في المقابل بنشوف شباب كثير مبدعين في مختلف المجالات، حتى لو ما كانت نفس تخصصاتهم بيروحوا للتخصص اللي هم حابينه، حتى لو بعد الجامعة الدراسة الجامعية برضو ما بيأسوا أبداً، بيحاولوا يشوفوا تخصصات ثانية ممكن ياخذوا فيها دورات يقووا فيها مهاراتهم طبعاً. الشخصية، وكمان بياخذوا فيها الماستر وبياخذوا فيها الدكتوراه، تخصصات ثانية ممكن تكون بعد الجامعة الواحد ممكن كمان يصقل شخصيته ويتعرف على هويته أكثر ويكتشف هو مبدع في أي مجال. ف never too late زي ما بتقول دائما، never دائما. وأنا أقول لك يعني هو إذا ما لقى التخصص اللي يبغاه طبعا ما حيحبط. في زي ما قالت لميا، في عندكم أمور مرة كثيرة، بس أهم حاجة الأهل، المدرسة، وفي الأخير الجامعات. وفي أمور كثير بعد الفاصل. أنا والله ما يحضرني اسم الموقع، كان عندنا استضافة لأحد الشابات وكانوا يحملوا موقع يحددوا وجهتكم، إيش أنسب وظيفة لكم وإيش أنسب اختيار لكم. أشوفها في الجوال وأرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل. حنرجع إن شاء الله بأفكار كثيرة حنستانس فيها. خليكم معنا في ساعة شباب.